بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات الصف الثالث الصناعي قسم تشغيل معادن، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم في بيتنا مدرسة. ورجعت لكم تاني النهاردة في مادة التفريز والتجليخ علشان نعمل مراجعة مهمة. في الحلقة اللي فاتت كنا راجعنا على الفريزة الأفقية العامة بكل طرق تشغيلها وطرق تثبيت السكينة وطرق تثبيت المشغولات، وعرفنا ازاي انا هقدر اختار السكينة، عرفنا ازاي هختار مادة صنع السكينة اللي هي كانت صلب كربوني وصلب السرعات العالية والكربيدات والسيراميك والماس، وعرفنا برضو ايه هي الاجزاء بتاعة الماكينة واستخداماتها وازاي اقدر احسب عدد لفات يد الجهاز. النهاردة رجعت لكم تاني علشان ناخد جزئية مهمة في التفريز والتجليخ. طيب راجع لنا النهاردة ايه يا مستر محمد؟ راجع النهاردة بالجزئية الخاصة اللي بتبقى مرتبطة في الفريزة الأفقية العامة وموجودة برضو عندي في ماكينة الهوب، اللي هي ان انا هستخدم سائل تبريد. انا لما هستخدم سائل تبريد، انا هستخدم سائل تبريد ليه؟ لازم استخدم سائل تبريد علشان اقلل الاحتكاك. بستخدم سائل التبريد، يعني دي وظيفة سائل التبريد، انها بتقلل الاحتكاك، بتعمل تسريب للحرارة، وبالتالي لما هعمل تسريب للحرارة واقلل الاحتكاك انا هقدر اشتغل بقوة قليلة، هحتاج قوة قطع قليلة. طب هو دلوقتي سائل التبريد ده لازم تتوافر فيه ايه؟ لازم تتوافر فيه انه يكون ما بيتغيرش قوامه بدرجة الحرارة، انه بينساب بسهولة، انه كمان بياخد الري شوي ويتحرك بيه، انه لما هيحصل احتكاك هيقلل الاحتكاك ما بين الشغلة وما بين أداة القطع، زائد ان هو لما هيسرب الحرارة هيخليني أقلل قوة القطع. طب احنا هنشوف مع بعض دلوقتي ايه هي وظيفة سائل التبريد وايه هي الميزة اللي هتجيني من خلال سائل التبريد، زائد ان انا كمان لازم ابقى عارف ان انا لما هعمل صيانة للماكينة بتاعتي على اي ماكينة، اذا كانت على الفريزة او اذا كانت على ماكينة الهوب، الصيانة دي هتعمل ايه؟ اكيد انا بعمل صيانة. الصيانة دي في منها صيانة دورية اللي بتتعمل كل يوم، وفي صيانة اللي بتتعمل كل فترة، ودي طبعا علشان اشيل في اللي بتتعمل كل يوم اللي هي الدورية، علشان اشيل الريش وازيل الاجزاء اللي موجودة واطمن على الاجزاء اللي بتتحرك اللي عليها المجاري، والصيانة اللي بتتعمل كل فترة عشان اشوف الاجزاء التالفة. ليه؟ لان انا بعمل عملية الصيانة دي علشان اطول عمر الآلة بتاعتي، علشان الآلة تديني شغل بمشغولات بدقة وجودة عالية. تعالوا نشوف مع بعض سائل التبريد والصيانة ونرجع تاني في الجزئيات الخاصة بالتروس نبص مع بعض كده. بيقول لي فائدة استخدام، نبص مع بعض كده، بيقول لي فائدة استخدام سائل التبريد أثناء العمل على الفريزة. طبعا نمرة واحد ان بتتسرب الحرارة اليها فبتنخفض درجة الحرارة، وطبعا لما بتنخفض درجة الحرارة بتاعت المشغولات اللي انا بشتغلها بتبقى جودتها عالية وبتقلل قوة القطع. نمرة اتنين بتقلل معامل الاحتكاك اذا كانت لها خاصية التزييت، يعني لها قوام فيه لزوجة. نمرة تلاتة بتقلل القدرة اللازمة للقطع، كل لما تسربت الحرارة وقللت الاحتكاك يبقى انا بقلل قدرة الايه؟ القطع. نمرة أربعة بتطيل عمر الحد القاطع لأنها بتقلل كمية التآكل اللي بيحصل في أداة القطع. نمرة خمسة بتسمح باستعمال سرعات قطع عالية، طالما قوة القطع بقت قليلة، درجة الحرارة انخفضت، الاحتكاك قل، إذا أنا أقدر أشتغل بسرعة قطع عالية. نمرة ستة بقول إنها بتساعد على إبعاد الريش، بما إن ده سائل اسمه سائل تبريد، يبقى أنا كده هقدر إن أنا السائل وهو بيتحرك هياخد الريش ويتحرك بيه بسرعة وينزلق بيه. نمرة سبعة بينظم الضغوط بتاعة قوة القطع. طب أنا سائل التبريد ده هتبقى الشروط اللي بتتوافر فيه إيه؟ الشروط اللي الواجب مراعاتها في سوائل التبريد، نمرة واحد أن تحتفظ بخواصها ثابتة لمدة طويلة، ما تتأثرش بالاحتكاك اللي حصل أو بدرجة الحرارة يعني. نمرة اتنين ألا يكون لها تأثير سام أو ضار على الأشخاص، ممكن من درجة الحرارة العالية بعض سوائل التبريد تصدر أدخنة وبالتالي هتخلي العامل اللي واقف عنده مشاكل في الاستنشاء والتنفس. نمرة ثلاثة أن تكون رخيصة الثمن عشان ما تبقاش غالية، لأن هي بتعمل عملية تبريد فمش هتظهر في الشغلة، فمش لازم أحمل المشغولات اللي أنا بعملها تكاليف زيادة. نمرة أربعة أن تكون صالحة كيميائيا، ف
فلا تتلف الجزء المشغل أو تسبب تآكل، يعني ما تكونش مواد كيميائية من اللي بتسبب التآكل والإتلاف، وممكن كمان لو لها مضار كيميائية ممكن بتلامسها مع جلد العامل اللي واقف ممكن تسبب له مشاكل. طب عند التزييت أنا بحتاج إن أنا أعمل عملية صيانة. طب الصيانة هنا بقى الغرض كان منها إيه وأنواعها إيه؟ الغرض من الصيانة نمر هو المحافظة على الآلات والمعدات في حالة صالحة للاستخدام وعلى درجة من الكفاءة تسمح باستمرارية الإنتاج بنحو اقتصادي. طيب هي الصيانة كم نوع؟ الصيانة الدورية اليومية والصيانة كل فترة إيه؟ زمنية. دورية وكل فترة زمنية. أنا عندي مصطلحات للتروس، بصوا لي كده، أنا عندي مصطلحات للتروس. الترس عندي بيبقى مجموعة من الأسنان، ارجعوا لي كده لو سمحتوا. الترس عندي بيبقى مجموعة من الأسنان عامل زي كف إيدي كده، دي سنة ودي سنة فاضية اللي هيتعشق معاها الترس التاني. يبقى الأسنان دي في مصطلحات فنية، علشان لما أجي أعمل الترس لازم المصطلحات الفنية دي أخد بالي منها. زي مثلا أكيد أنت هتبقى محتاج تعرف إيه هو ارتفاع السنة دي. طيب السنة دي ممكن يكون الجزء ده جاي كده مقوس، اللي احنا بنسميه أسنان بالوضع الإنفليوتي أو السكلويدي، وبالتالي لما هيحصل هنا تقوس هيبقى فيه جزء علوي وجزء سفلي. الجزء اللي فوق اسمه رأس السنة، والجزء اللي في الأسفل اسمه جزع السنة، اللي فوق رأس السنة واللي تحت اسمه جزع السنة، ويبقى كل دي اسمها ارتفاع السنة. يبقى ده الارتفاع، ده الرأس وده الجزع. طب استنى، طب هو الرأس والجزع انت حددتهم ازاي؟ حددتهم عن طريق ان الترس ده اصلا جزء اسطواني، فيبقى عندي دايرة بتمر بالقمم فحسميها دايرة القمة. فلما اقول يعني ايه دايرة القمة، اقول هي الدائرة التي تمر بقمم اسنان الترس، وهيبقى عندي دايرة بتمر بقيعان اسنان الترس. يبقى الدايرة اللي هتمر بالقيعان دي اسمها دائرة القاع. وليه دائرة القاع؟ يبقى تعرفها هي الدايرة التي تمر بايه؟ بقيعان اسنان الترس. يبقى دائرة القمة، دائرة القاع، وإنما في النص هنا، في النص بالظبط، دائرة اسمها دائرة الخطوة. ودائرة الخطوة ديت اللي هي هتفصل ما بين رأس السنة وما بين جذع السنة. طب آخر حاجة في المفاهيم المهمة هي إيه؟ هي الخطوة. الخطوة دي لو أنا عندي هنا نقطة على دائرة الخطوة، أنا عندي دائرة الخطوة اللي بتمر بمنتصف أسنان الترس، النقطة دي على السنة، والنقطة اللي زيها لو أنا قست المسافة ما بينهم يبقى دي اسمها الخطوة الدائرية. يبقى أنا لو جيت أعرف الخطوة الدائرية هنا هقول إن الخطوة الدائرية هي المسافة ما بين نقطتين متماثلتين على سنتين متتاليتين، بس تكون على دائرة الخطوة، لازم يكونوا نقطتين شبه بعض على سنتين ورا بعض، يبقى هي المسافة ما بين نقطتين متماثلتين على سنتين متتاليتين، بس تكون على دايرة الايه؟ الخطوة. يبقى انا عندي المفاهيم الأساسية اللي هي دايرة القمة، دايرة القاع، دايرة الخطوة، رأس السنة، جذع السنة، ارتفاع السنة، الخطوة، وبعد كده هنعرف ان انا عندي حاجة اسمها المديول، وده اللي بيتحكم في شكل السنة، وهنشوف مع بعض انا اقدر احسب الخطوة الدائرية واحسب القطر دائرة الخطوة واقدر احسب المديول ازاي. نبص مع بعض كده. مصطلحات اسنان التروس، ده شكل الاسنان بتاعة الترس. لما اجي اقول المصطلحات بتاعتي هقول دائرة القمة اللي هي الدائرة اللي بتمر بقمم اسنان الترس، يبقى هي الدائرة التي تمر بقمم اسنان الترس. نمرة 2 دائرة القاع، يبقى هي الدائرة اللي بتمر بقيعان الاسنان، يبقى هي الدائرة التي تمر بقيعان الفراغات بين الاسنان. نمرة 3 دائرة الخطوة اللي هي اللي موجودة هنا في النص، وهي دائرة وهمية تقع بين دائرة القمة ودائرة القاع، ويتم عندها تعشيق اسنان الترس القائد والمنقاد. بعد كده نمرة 4 الخطوة الدائرية، وهي المسافة ما بين نقطتين متماثلتين على سنتين متتاليتين. تعالى بعد كده نقول ان الجزء اللي فوق ده اسمه رأس السنة، يبقى رأس السنة هو المسافة الرأسية ما بين دائرة القمة ودائرة الخطوة، يبقى هي المسافة نصف قطرية المحصورة ما بين دائرة القمة ودائرة الايه؟ الخطوة. تعالى بعد كده نقول جذع السنة اللي هو الجزء الاسفل من السنة، يبقى ده المسافة الرأسية برضو اللي هي النص قطرية، يعني اللي مقاس على نص القطر بتاع الترس بتاعي، المحصورة ما بين دائرة الخطوة ودائرة القاع، يبقى هي المسافة نصف قطرية المحصورة ما بين دائرة الخطوة ودائرة الايه؟ القاع.
نمرة 3 ارتفاع السنة اللي هي المسافة ما بين دائرة القمة ودائرة القاع، وهي المسافة نصف القطرية المحصورة ما بين دائرة القمة ودائرة الايه القاع. تعال نشوف الدوائر والمديول والخطوة. الخطوة القطرية هي تدل على عدد أسنان بتاعة الترس لكل بوصة من قطر الدائرة. نشوف القطر بيكون فيه كم سنة. المديول وهو وحدة قياس أسنان الترس يساوي قطر دائرة الخطوة مقسوما على عدد الأسنان، وحنشوف مثال بالحساب ده. نمرة 3 خلوص الأسنان، وهو المسافة بين القطر الخارجي للقائد والقطر الداخلي للترس الايه المنقاد، والعكس صحيح. لو جبت من القائد والمنقاد واحد داخلي وواحد خارجي يبقى انا بشوف الفرق ما بينهم. تعال نشوف القوانين اللي بقدر احسب بيها الخطوة الدائرية والمديول وقطر دائرة الخطوة. انا عندي كده بقول ان القاف خا هو القطر الخارجي، قطر خارجي. المديول بنقول عليه ميم. الخطوة الدائرية خا دال. القاف يعني القطر. العين اللي هو ارتفاع السنة، وده بيبقى نسبة تقريبية 13/6. يبقى انا كده الخطوة الدائرية بتساوي المديول في طه، وطه هنا اللي هي النسبة التقريبية اللي هي ب 22/7 او بتساوي 3.14. القطر الخارجي بيساوي قاف اللي هو القطر بتاعي زائد 2 في المديول. طيب اخر حاجة عين بتساوي 13/6 في المديول. تعالى ناخد مثال نحله. نيجي كده نقول مثال ترس قطره الخارجي 50 ملم وله مديول 2، اداني معطيين 2 وحيطلب مني 3 حاجات. احسب الخطوة الدائرية وقطر دائرة الخطوة وارتفاع السن. اروح جاي عامل هامش واقول ان القطر الخارجي بيساوي 50 ملم، المديول بتاعي بيساوي 2. احسب الخطوة الدائرية اللي هي خ د بتساوي كام، واحسب القطر كمان ق بيساوي كام وعين بتساوي كام. تعالى كده يبقى الخطوة الدائرية بتساوي المديول في ط، يبقى بتساوي المديول بتاعي اللي هو ب 2 في الط اللي هي 22/7. يطلع الكلام ده بيساوي 6.28 ملم. يبقى انا كده جبت اول مطلوب عندي. تعالى نجيب المطلوب التاني اللي هو القطر. يبقى انا عندي القطر الخارجي بيساوي القطر زائد 2 في المديول. تعالى نعوض. القطر الخارجي بيساوي 50، قاف اللي انا عايز اجيبها زائد 2 في المديول ب 2، يبقى 2 في 2. تعالى نعمل ايه بقى؟ تعالى ان احنا نبدل، نعمل عملية تبديل، ان انا اخد ال 2 في 2 دول اطلعهم بره بعكس الايه الاشارة. يبقى انا عندي كده 50 ناقص 2 في 2 بتساوي قاف. يبقى اذا هنا قاف هتساوي طبعا 50 2 في 2 ب 4، يبقى 50 ناقص 4 ب 46 ملم، ويبقى ده المطلوب التاني. تعالى نجيب المطلوب التالت اللي هو الارتفاع. يبقى الارتفاع بيساوي 13/6 في المديول، يبقى بيساوي 13/6 في المديول ب 2، يبقى الناتج بتاعي كده هيديني 4.33 من 100. كده يبقى انا كده جبت كل ابعاد اسنان الترس. تعالى كده نشوف بقى بعد كده عندي ماكينة الهوب. ارجعوا لي كده بعد اذنكم. ماكينة الهوب يا اولاد هي ماكينة اهم استخدام فيها، ارجعوا لي بعد اذنكم. ماكينة الهوب هي ماكينة اهم استخدام فيها، وهي تفتيح اسنان التروس. وماكينة الهوب هي ماكينة مميزة في تفتيح اسنان التروس لان الخطأ فيها بيكون قليل جدا، الخطأ فيها ضعيف جدا. ليه؟ لان السكينة بتاعتها بيكون لها عدد من الاسنان وبتكون حلزونية، فبتقدر ان يحصل دوران للسكينة في نفس الوقت اللي بتدور فيه الشغلة اللي هي هتبقى عندي ترس. فانا بقدر اكل اسنان الترس مع لفة واحدة من لفتها، يبقى بالتالي هي هتوفر في الوقت، هستخدمها في الانتاج الكمي، هقدر استخدمها في التروس الكبيرة اللي ما كنتش بقدر اعملها على الفريزة الافقية العامة، ولكن هيكون لها عيب خطير. العيب ده هو ايه؟ ارتفاع المكنة، ارتفاع تكلفة الماكينة، ارتفاع تكلفة السكينة، وبالتالي كل ده هينصب على ارتفاع تكلفة المنتج. يبقى هي ماكينة الهوب استخدامها في ايه؟ استخدامها الاهم والامثل هو تفتيح اسنان التروس، وبالميزة فيها ان ما فيهاش نسبة خطأ، وانها كمان بتقدر تعمل لي التروس اللي احجامها كبيرة اللي ما كنتش بقدر اعملها على الفريزة الافقية العامة. تعال نشوف الاستخدامات.
وتعال نشوف أجزاء الماكينة ونشوف كمان هقدر أحسب طقم التروس إزاي اللي هقدر أعمل بيه عملية التقسيم لمحيط دايرة علشان أحط تروس علشان يقسم محيط الدايرة لعدد من الأقسام المتساوية علشان يديني أسنان للترس تكون كل أسنانه متساوية في السمك وفي الارتفاع وفي العمق. نبص كده مع بعض ونراجع مع بعض على ماكينة الهوب. ماكينة الهوب، استعمالات ماكينة الهوب بتستخدم في قطع التروس العدلة والحلزونية وفي الإنتاج الكمي عشان تديني إنتاج غزير، وذلك باستخدام سكينة ذات شكل خاص تشبه سكينة الفريزة طبعا لما هنشوف الرسم بتاعها، وبيلاحظ ان السكينة بتدور بسرعة قطع مناسبة. نمرة 2، الترس المراد قطعه والمركب على الصينية يدور حول محوره، يعني كده السكينة بتدور والشغلة كمان بتدور. نمرة 3، حركة التغذية بتاعت السكينة في اتجاه محور الصينية. تعال نشوف مميزات وعيوب ماكينة الهوب. مميزات ماكينة الهوب، نمرة 1، انها بتستخدم لقطع التروس ذات القطر الكبير والتي من المستحيل تشغيلها على الفرايز. نمرة 2، الوفرة في الزمن بالمقارنة بعملية التفريز. نمرة 3، اكتشاف خطأ التقسيم مبكرا قبل ما الشغلة بتلف. نمرة 4، دقة عالية في التشغيل. انما هلاقي عندي ان العيوب بتاعتي رقم 1، ان السكاكين المستخدمة أغلى ثمنا من سكاكين الفرايز لأنها لها شكل معين. نمرة 2، غالية التمن مقارنة بالفريزة، يعني الماكينة ذات نفسها هي كمان غالية التمن، وبالتالي عملية التشغيل هتكون غالية. تعال نشوف كده أهم الأجزاء في ماكينة الهوب. نمرة 1، ليها فرش. الفرش ده طبعا أي ماكينة بتستخدم عندنا في الأقسام الميكانيكية لازم في ليها فرش، لأن الفرش ده اللي بيتشال عليه كل الأجزاء. نمرة 2، ساند أو قائم، والساند أو القائم ده علشان يبقى له حامل، الحامل ده علشان تثبيت الشاقة، ده كده الساند بتاعي اللي هو القائم علشان أثبت عليه الشاقة اللي هتبقى شايلة الشغلة. نمرة 3، ترس الصينية الحلزونية اللي هو الترس اللي موجود عندي هنا ده علشان الصينية دي تبدأ تعمل عملية دوران فتلف بالشغلة. نمرة 4، بريمة ذات باب واحد. ونمرة 5، عمود ألاوز. عمود الألاوز بتاعي علشان يبدأ ينقل الحركة بتاعتي للسكينة. طبعا أنا ممكن أحتاج أن أنا أعمل عملية فتح للتروس العدلة أو التروس المائلة، هي كده كده أسنان السكينة اللي بتقطع بتبقى مائلة، فأنا لو سبتها مائلة هتقطع هنا بشكل مائل على الشغلة، إنما لو جيت وهي السكينة أسنانها مائلة ميلت السكينة وبالتالي هتكون عملية القطع بتاعتي عملية عدلة. تعال نشوف كده مع بعض طريقة فتح أسنان الترس الإيه؟ العدل. طبعا هنا بص كده الأسنان أصلا مائلة، فأنا لو سبتها في وضعها وبدأت أعمل عملية القطع هلاقي إن الأسنان اللي اتقطعت في الشغلة اللي هي الترس بقت مايلة، إنما أنا هنا لازم أعمل عملية إمالة للسكينة بحيث إن الأسنان تبقى عمودية فتقطع معايا أسنان عمودية أو اللي هي يعني موازية لمحور الشغلة عشان تطلع أسنان عدلة في الترس اللي أنا بقطعه. يبقى من المعروف أن سكينة الهوب حلزونية الشكل، أي أن أسنانها مائلة بزاوية ما وليكن جاما، فإذا ما استخدمت وتحركت رأسيا إلى أسفل ستقطع أسنان الشغلة اللي هو الترس المطلوب وتكون أسنان مائلة مساوية لجام، ولذلك يجب إمالة محور السكينة اللي هي سكينة الهوب بزاوية جاما، يعني أميلها بعكس الاتجاه يعني علشان تديني أسنان عمودية. تعال نشوف القانون اللي هحسب بيه ازاي اجيب التروس بتاعة الجر اللي هقسم بيها عدد من الاقسام المتساوية لقرص دائري عشان اعمل ترس. حساب تروس الجر، تحفظ القانون ده كويس علشان القانون ده بيجي في الامتحان يا اما اكمل يا اما بيجيبولك على صورة مسألة زي اللي احنا هنشوفها دلوقتي. التروس القائدة على التروس المنقادة بتساوي قلب الماكينة على عدد ابواب السكينة على عدد أسنان الترس اللي أنا مطلوب إن أنا أعمل له عملية التفتيح مضروب في خطوة الترس على خطوة الترس ناقص التغذية. تعالوا مع بعض بسرعة نشوف مسألة. بيقول لي احسب تروس الجر اللازمة، تركبها
على ماكينة الهوب عند قطع ترس حلزون يمين عدد أسنانه 40 سنة، يبقى هنا عدد الأسنان 40 سنة، بسكينة يمين ذات باب واحد، يبقى عدد الأبواب بتساوي واحد. يبقى احفظ بقى معايا، عدد الأسنان بتساوي 40 والسكينة بباب واحد. إذا علمت أن الخطوة الحلزونية للترس 300 ملم، الخطوة 300 ملم والتغذية 1 ملم لكل لفة من الصينية، علما بأن قلب الماكينة 20 والماكينة مزودة بطقم تروس، علشان لما أجيب تروس لازم تكون موجودة في دول. طب تعالى كده نحط القانون، يبقى ده الترس القائد على المنقاد، قلب الماكينة فعدد أبواب السكينة على عدد أسنان الترس المطلوب مضروب في خطوة الترس على خطوة الترس ناقص التغذية. تعالى نقول القائد على المنقاد بتساوي قلب الماكينة، هو قال لي هنا أن قلب الماكينة بيساوي 20، فاكتب هنا 20 في عدد الأبواب، قال لي أنها زاد باب واحد. طب لما يقول لي أنها زاد باب واحد، يبقى أنا أحط هنا في عدد الأبواب أحط هنا كام؟ أحط هنا واحد. عدد أسنان الترس المطلوب، قال لي يمين عدد أسنانه عند قطع ترس حلزون يمين عدد أسنانه 40، يبقى هنزل كده مكان عدد أسنان الترس أكتب 40. خطوة الترس جه هنا وإحنا شغالين قال لي إن أنا خطوة الترس 300 ملم والتغذية واحد، يبقى الخطوة بتاعة الترس أكتبها هنا 300 وأجي أحط هنا 300 ناقص التغذية اللي قال لي عليها بكام؟ بواحد. أروح جاي رايح واخد الكسر بقى بتاعي كده وابدأ اعمل فيه عملية الاختصار. يبقى اذا انا دلوقتي بقى عندي 20 في 1 في 300 و40 مضروبة في 199. طبعا انت ممكن تختصر تشيل الصفر ده مع الصفر ده، والاتنين في 1 ب2، يبقى هقسم على الاتنين في الواحد على الاتنين في الاتنين، يبقى هنا 1 على 2 وهنا 300 على 299. لو اختصرت الاثنين اللي في المقام مع 300 تديك 150، يبقى هنا الترس القائد على المنقاد يبقى فوق 150 وتحت 299. طبعا كده انا مش هقدر، بما ان ده فردي وده زوجي انا مش هقدر اختصر من هنا مع هنا، وفي نفس الوقت انا ما عنديش هنا ترس 150 سنة، اقصى حاجة موجودة 130، ولا عندي 150 ولا عندي 299. فهعمل ايه؟ هاخد الرقم اللي فوق احوله الرقمين مضروبين في بعض، والرقم اللي تحت في المقام احوله برضو الرقمين مضروبين في بعض، يبقى الكلام ده بيساوي ال 150 دي تبقى 15 في 10، وال 299 تبقى 23 في 13، وابدا اخد الرقم ده لوحده واضربه في رقم ثابت بسط ومقام، واخد ال 10 على 13 لوحدها واضربها في رقم ثابت بسط ومقام. يبقى انا عندي 15 على 23 هضربها في 4 على 4. هتقول لي ليه 4 على 4؟ هقول لك لو ضربت في 1 على 1 بقيت 1 في 15 ب 15 مش موجوده هنا. ال 2 في 15 ب 30 موجوده، بس ال 2 في 23 ب 46 وانا ما عنديش هنا 46. هاجي اضرب في 3 على 3، ال 3 في 15 ب 45 ما عنديش 45. انما لو ضربت ال 4 في 15 هتديني 60، ولو ضربت ال 4 في 23 هتديني 92. لو جيت ادور هنا هلاقي ان في هنا 92. جميل قوي. تعال ناخد ال 10 على 13، طيب 4 في 15 ب 60 وال 4 في 23 ب 92، يبقى ده اول طقمين تروس، ده قائد وده منقاد. تعال ناخد الناحيه الثانيه، ال 10 على 13 تعال نضربها في رقم ثابت فوق وتحت، هلاقي نفسي جربت الواحد على واحد، اتنين على اتنين، تلاتة على تلاتة، لغاية ما وصلت ان انا اخد 10 على 10، يبقى الكلام ده بيساوي 10 في 10 ب 100 و13 في 10 ب 130، عندي ال 130 وعندي الايه؟ وعندي ال 100. يبقى انا هنا هقول ان انا يمكن على هذا الاساس اختيار التروس 100 و 130 و 60 و 90، قائد منقاد قائد منقاد. طب انا لما اجي افتح تروس دلوقتي حلزونيه وبعد ما حسبت عدد الاسنان بتاعتي هعمل ايه؟ ايه هي الخطوات؟ يقول لي كده خطوات فتح اسنان التروس الحلزونيه على ماكينه الهوب. يبقى عند فتح الاسنان الحلزونيه نمره 1 هحسب زاويه الميل بتاعه محور السكينه، نمره 2 هحسب طقم التروس اللي انا لسه عاملها في المساله اللي فاتت، نمره 3 هختار رقم السكينه، لان رقم السكينه والمديول هما دلوقتي اللي بيحددوا لي عمليه التفريز بتاعتي او شكل اسنان الترس. طب تعالى بقى نشوف مع بعض جزئية التجليخ. يعني ايه تجليخ يا جماعة؟ تجليخ هي العملية اللي انا بعمل بيها
عملية شحذ أو سن أدوات القطع. كلنا شفنا الراجل اللي بيسن السكاكين، بحط السكينة بتطلع شرارة كده والسكينة بتبقى حامية. طب أنا دلوقتي في الورشة بستخدم ده أو بستخدم ده في حاجتين. الحاجة الأولانية إن أنا أعمل عملية سن الأدوات القطع زي قلم الخراطة، زي سكينة الفريزة، زي سكينة الهب، زي قلم القشط، كل دي أدوات قطع، فأنا بعمل لها عملية شحذ أو سن. طب وإيه كمان الحاجة التانية؟ الحاجة التانية عندي وهي إن أنا أعمل عملية تجليخ للمشغولات، علشان ممكن تكون مشغولة جاية من الصب. المشغولة اللي جاية من الصب دي بيبقى فيها زوائد، فممكن أشيلها بالتجليخ. أو ممكن إن أنا الشغلة بتاعتي معمولة على المخرطة وعايز أوصل بجودة نعومة سطح لجودة عالية، فممكن أعملها بالتجليخ. أو إن أنا أشيل عمق قطع قليل جدا، مثلا عملت عملية خراطة وعندي عمق قطع عايز يتشال 2% من الملي، يبقى أنا دلوقتي مش هقدر أشيل 2% من الملي على عملية الخراطة أو على الفريزة أو على المقشطة. طب أروح أشيلها فين؟ أشيلها في عملية التجليخ. يبقى عملية التجليخ عندي هي عملية بقدر من خلالها أعمل سن أو شحذ أدوات القطع. نمرة 2 إن أنا أوصل بالأبعاد أو جودة الأسطح إلى درجة عالية من الجودة. طب هو حجر التجليخ اللي بيلف ده بيتكون من إيه؟ حجر التجليخ ده بيتكون من حاجتين: المادة الحكة اللي هي بتعمل عملية الشحذ اللي انت بتشوفها بتطلع الشرارة دي، الحاجة التانية وهي المادة الرابطة. لأن المادة الحكة دي في منها مواد صناعية ومواد طبيعية زي السيليكا، الرملة، زي كسر الزجاج، زي تراب الماس، زي الكوراندم، دي كلها مادة حكة. طب دي حبوب، الحبوب دي هعمل منها قرص ازاي؟ هعمل منها قرص ان انا ألمها في قالب، والقالب ده يكون المادة الرابطة اللي هتربط الحبيبات دي كلها ببعض. حاجات زي البلاستيك، زي الراتنج، زي المطاط، زي الزجاج المائي. يبقى دي عندي حجر التجليخ هيتكون من حاجتين: الحاجة الأولانية اللي هي المادة الحكة، الحاجة التانية هي المادة الرابطة. طيب لازم نخلي بالنا من ايه؟ ان حجر التجليخ ده لازم وانا جاي اعمل له عملية تخزين، لازم حجر التجليخ بتاعي يتخزن بصورة كويسة داخل أدراج وعلب خشبية، بحيث أنه ما يتعرضش للصدمات عشان ما يتلفش. نمرة 2 لو عندي أحجار مرنة طرية، لازم الأحجار دي تبقى متخزنة على وجهها، ما تبقاش واقفة بشكل قائم علشان ما يحصلهاش عملية اعوجاج. طيب أنا لو بخزنهم صح وطلعتهم واشتغلت بيهم صح، أنا لازم أخلي بالي من إيه؟ لازم أعمل لها اختبارات. الاختبارات دي ممكن تكون اختبار طرق، يعني اطرق على حجر التجليخ بجزء كده زي الخشب، اذا اصدر صوت رنان يبقى الحجر ده سليم، اذا اصدر صوت مكتوم يبقى الحجر ده فيه شرخ او شارب ميه او زيت من عمليه التشغيل. نمره 2 ان انا اعلقه حر وابدا اعمل له عمليه دوران، لو لقيته بيدور بشكل مستمر ومفهوش ركن يعني، يبقى الحجر ده مظبوط. لو بدأ يركن يبقى فيه جزء متآكل وجزء شغال. زائد ان انا بعلقه بعد كده في عمود، وبعدين بحط فيه ثقل، بلزق عليه ثقل واشوف عملية الدوران بتروح ترمي عند الثقل ده ولا لا. ولازم اهتم بعملية الربط بتاعته، ربط جيد، اللي بتكون عن طريق جلب وبتكون عن طريق ورد، تقوم تعمل عملية الربط بتاعي من الأجناب وتكون عاملة مركزية في الدوران عشان ما يحصلش حذف في الحركة، لأن الحذف في الحركة هيأذي الحجر وفي نفس الوقت هيأذي الشغلة ومش هيطلعها بجودة عالية، لأنه هيعمل عملية نحر، والنحر ده معناه أن فيه تآكل في الشغلة من جزء وجزء. لا، طب أنا بعد ما اشتغل بالحجر مدة طويلة، حجر التجليخ ده ممكن أتهدني شغال بيه كده لغاية ما يخلص، ولا لازم في النص اعمل عملية؟ لازم اعمل عملية تهذيب. ايه هي عملية التهذيب؟ الحبيبات اللي حصل لها تثلم، يعني بقت متآكلة، ما بقتش تعمل عملية السن ولا تعمل عملية الشحذ ولا تعمل عملية التآكل في المشغولات، بقت مثلمة، بقت بتلمع، وبالتالي ما بقاش الحجر بيقوم بمهمته ولا بعملية انه ياكل في الشغلة. طب نعمل ايه؟ بنجيب أداة حادة بيكون فيها جزء زي الماس، عشان الماس بياكل في المعادن وما بيتاكلش، ونعمل عملية تهذيب ان احنا نضيع الحبيبات اللي تأكلت ونظهر حبيبات جديدة تبدأ تعمل عمليات التشغيل المناسب. مش هطول عليك،
تعال نشوف لو جاني أسئلة في الجزئيات دي أجاوب عليها إزاي والعناوين شكلها إيه. نبص مع بعض كده. التجليخ، عملية التجليخ، نبص كده مع بعض. عملية التجليخ هي عملية بتجرى عملية التجليخ لعمليات التنعيم بغرض إكساب الأسطح جودة عالية، وبتستخدم للأسطح عالية الصلابة. نبص كده مع بعض على السلايدز علشان نشوف احنا هنعمل ايه في عمليات التجليخ. نبص كده مع بعض. التجليخ، عمليات التجليخ قلنا ان هي عمليات بالغرض منها ان انا اعمل عملية تنعيم للمشغولات اللي انا اشتغلتها على الخراطة او على القشط او على التفريز، او ان انا اعمل عملية شحذ لأسطح ادوات الايه، ادوات القطع. يبقى بتجرى عملية التجليخ والتنعيم بغرض إكساب الأسطح جودة عالية، وتستخدم للأسطح عالية الصلادة وللحصول على جودة سطح عالية نوعا، مثل عملية الخراطة والقشط والتفريز وشحذ أسطح أدوات القطع من مادة ما بواسطة الاحتكاك بينها ومواد حكة اللي هي المواد الساحجة. طيب الغرض من عملية التجليخ يبقى نمرة واحد، تشطيب المشغولات المنتهي تشكيلها على ماكينات التشغيل بأبعاد دقيقة. نمرة 2، تشطيب المشغولات المشكلة بالحدادة أو السباكة لأبعادها المطلوبة دون تدخل أي أداة أخرى من أدوات القطع. نمرة 3، إزالة زوائد المشغولات المشكلة بالحدادة أو بالسباكة. طيب احنا قلنا إننا دلوقتي حجر التجليخ بيتكون من حاجتين، مادة ساحجة اللي هي المادة القطعة والمادة الرابطة. طيب المادة الساحجة ممكن يكون نوعها ايه؟ ممكن تكون مواد طبيعية وممكن تكون مواد صناعية. المواد الطبيعية اللي هي السيليكا او الرمل. نمرة 2، مسحوق السحج او الصنفرة. نمرة 3، مسحوق الكوراندم. نمرة 4، حبيبات الماس. نمرة 5، الجرنيت اللي هو العقيق الاحمر. طب ايه هي المواد الصناعية اللي ممكن استخدمها؟ اللي هي كربيد السيليكون، اكسيد الالومنيوم، وكربيد البورون. طب دول المواد، المادة الساحجة أو المادة الحكة أو المادة القطعة اللي بتاكل في المشغولات. طب احنا هنلمها مع بعض في ايه؟ هنلمها مع بعض في مادة رابطة. المادة الرابطة دي ممكن تكون ايه؟ هي اللي بتربط الحبيبات الساحجة ببعضها البعض، وبتكون نمرة واحد المواد المزججة أو الزجاج المائي أو المطاط أو البكالايت. طب انا حجر التجليخ بتاعي بيجي مكتوب عليه سطر كده عبارة عن حروف ورموز، افهم ايه من الحروف دي؟ أيوة، بتفهم من الحروف والرموز دي، بتفهم منها نوع المادة الرابطة، بتفهم منها البنية، بتفهم منها الصلادة بتاعة المادة الرابطة. ما هي المادة الرابطة دي ممكن تكون صلدة وماسكة في الحبيبات وممكن تكون بتسيب بسرعة. حجم الحبيبات، الحبيبات الحكة دي كبيرة ولا صغيرة؟ نوع المادة الساحجة إذا كانت كوراندم ولا مسحوق صنفرة ولا حبيبات الماس ولا الكربيد السيليكون ولا غيرها. طيب الحروف دي مش دي ممكن بدل ما هي V تكون B تكون R تكون E تكون S؟ طب تعال نشوف كل حرف من دول يعني ايه. نمرة واحد، ال V يعني نوع المادة الرابطة، الرقم اللي جنبها بيبقى البنية، الحرف اللي بعده بيكون درجة الصلابة بتاعت المادة الرابطة، الرقم اللي بعده بيكون من حجم الحبيبات، الحرف اللي في الآخر بيكون نوع المادة اللي ايه، السحجة. لاحظ انه حرف ورقم وحرف ورقم وحرف، تمام؟ يبقى هما ثلاث حروف ما بينهم رقمين. طب تعالى نشوف كل حاجة منهم بتقول ايه وممكن تتغير ازاي. يعني مثلا الفي معناها ان نوع المادة الرابطة مادة مزججة. طب ممكن تكون مواد تانية، ممكن تكون مادة قلفونية، ممكن تكون مطاط، ممكن تكون رتنج، ممكن تكون سيليكا. يبقى المادة المزججة في، القلفونية بي، المطاط ار، الرتنج اي، السيليكا اس. طب والبنية بتاعتي، البنية يعني الحبيبات لازقة في بعضها ولا في فراغات ما بينها؟ طب تعالى نشوف كده، ممكن تكون كثيفة. كثيفة يبقى الرقم ده من 1 لـ 8، يبقى 5 دي يبقى دي معناها كثيف. طب وممكن تكون مسمية يعني في فراغات ما بينها. طب دي يكون ايه؟ يكون من 9 لـ 15، يبقى من 1 لـ 8 كثيف، من 9 لـ 15 مسمي. طب تعالى بعد كده نقول درجة الصلابة بتاعت المادة الرابطة دي ممكن تكون ايه؟ من A لدي، دي معناها ان المادة الرابطة لدنة. طيب من E لحد الN
ده معناه ان مادة متوسطة. تمام، نيجي اخر حاجة اللي هي من الفي للزد، ودي هتكون مادة صلدة. طب حجم الحبيبات ده ارقامه ايه؟ ممكن يبقى مسحوق يعني يكون ناعم، وده تكون ارقامه من 220 ل 600، وممكن تكون دقيق يعني ما هواش ناعم قوي زي البودرة، وده يكون من 80 ل 180، وممكن تكون متوسط حبيبات متوسطة ودي تكون من 30 ل 60، وممكن تكون حبيبات غليظة ودي تكون من 8 ل 24. ايوه كده معناه ان الرقم اللي موجود ده على الحجر اللي احنا مثلا بنقرأ من عليه دي معناه ان دي حبيبات متوسطة. طب تعالى نروح لنوع المادة الساحجة. المادة الساحجة لو سي تبقى كربيد السيليكون، لو ايه اكسيد الالومنيوم، سي كربيد، سي كربيد، ايه اكسيد. تمام كده، يبقى انا كده عرفت المعلومات اللي موجودة على حجر الايه التجليخ. طب ايه هي العوامل اللي لازم اكون واخدها في الاعتبار لما اجي اختار المادة الرابطة؟ نمرة واحد، كلما زاد قوس التماس بين الشغلة والحجر كلما اقتضى الامر اختيار مواد رابطة طرية. القوس كل ما كان كبير كل ما خدت مادة طرية. نمرة اتنين، كلما ازدادت سرعة التجليخ كلما تطلب الامر مواد رابطة صلدة. لما السرعة تزيد يبقى المادة الرابطة لازم تكون ايه؟ لازم تكون صلدة. نمرة تلاتة، كلما خلت طبيعة عملية التجليخ من الاهتزاز سواء من المكنة او المشغولة، يعني المكنة ثابتة ما فيهاش اهتزاز والمشغولة كمان ما فيهاش اهتزاز، كلما قلت الحاجة الى اختيار مواد رابطة صلدة. نمرة اربعة، ان انا استخدم سوائل التبريد لما بستخدمها بيشجع على اختيار مواد رابطة صلدة، يعني كل ما كانت المادة الرابطة صلدة جدا يبقى انا بستخدم سائل تبريد عشان برضو اقلل الاحتكاك واقلل قوة القطع. خلي بالك ان احجار التجليخ في فرق ما بين كلمة حجر تجليخ واقلام التجليخ. احجار التجليخ دي شكل واقلام التجليخ دي شكل ايه تاني. تعال نشوف اشكال احجار التجليخ. بص كده، ده حجر اسطواني بنسميه اسطواني قدحي. اسطواني قدحي مزدوج لان له وجه حفي ووجه بظهر. ده اسطواني او قدح متسع. تمام، بعد كده ده اسطواني عدل، ده اسطواني بتجويف من احد الجوانب، في تجويف من ناحية واحدة وده في تجويف من ناحيتين، ده اسطواني مجلب. طيب خلي بالك، هو انا مستر محمد ممكن يطلب مني؟ ايوه ممكن ينطلب مني ان انا ارسم الاشكال دي. ده كده على شكل قدح، ده على شكل طبق عميق، او شكل حجر ويكون له فتحتين او من جهتين، او له جزء هنا شايف الجزء ده عشان العملية الغنفاري اعمل سن الغنفاري مثلا. يبقى دي الاشكال بتاعت احجار الايه؟ احجار التجليخ. طب تعالى كده نشوف اقلام التجليخ عشان اقول لك اقلام التجليخ دي مين بيستخدمها. دي الاشكال بتاعت اقلام التجليخ، واقلام التجليخ دي في منها احجام كبيرة زي اللي احنا شايفينها دي، ودي اللي احنا بنركبها مثلا في المتقاب او الشنيور عشان نعمل عملية تجليخ لجزء داخلي ولا حاجة. انما اقلام التجليخ الصغيرة دي بالظبط زي اقلام التجليخ اللي بيستخدمها دكاترة الاسنان لما بيجي يعمل عملية ثقب بعد ما بيتقب في الضرس مثلا، بيعمل عملية التجليخ عشان ينعم الاسنان او يشيل الاجزاء الرفيعة اللي كانت موجودة فيها، او يعمل عملية ازالة الطبقات من الاسنان. طيب ايه العوامل اللي واجب مراعتها في حجر التجليخ؟ انا دلوقتي لو جيت اختار حجر تجليخ ايه العوامل اللي لازم اخدها في بالي؟ نمرة واحد، نوع التجليخ المطلوب. هو انت هتعمل عملية تجليخ خشن ولا عملية تجليخ ناعم؟ لازم تتأكد من نوع عملية التجليخ. نمرة اتنين، سمك وقطر الحجر المناسب، لان القطر بتاعك ممكن يخليك لو القطر كبير والشغل عريضة يبقى انت مش هتعمل مشاوير كتير، ممكن تعمل التجليخ في مشوار واحد. ما احنا بعد شوية هنعرف ان في تجليخ، التجليخ ده بيبقى وجهي او تجليخ بالحفة بتاعت الحجر. يبقى نمرة واحد من العوامل بختار نوع التجليخ اللي مطلوب، نمرة اتنين بختار سمك وقطر الحجر المناسب، نمرة تلاتة بنية الحجر، البنية من حيث اذا كان كثيف او متوسط او بسيط، لان انا ممكن اكون بعمل عملية ازالة خشنة يبقى انا محتاج ان انا البنية بتاعتي ما تكونش كثيفة، تكون متوسطة او بسيطة علشان الفراغات ما بين الحبيبات تشيل كمية ريش كبيرة.
نمرة 4، مقدار ما يتعرض له حجر التجليخ من سرعة قطع ونوع المعدن المقطوع. لازم أكون عارف، لأن أنا لو هشتغل بسرعة قطع كبيرة يبقى أنا هستخدم سائل تبريد. لو أنا معدن اللي أنا هعمل له عملية التجليخ ده هيكون معدن صلد، يبقى أنا محتاج حجر يكون أصلد منه علشان يقدر يأكل فيه، وبالتالي يبقى أنا هشوف مقدار ما يتعرض له الحجر من سرعات ونوع المعدن المقطوع. نمرة 5، وهي نوع المواد الرابطة من خلال الرقم المدون على الحجر، لأن نوع المادة الرابطة هيأثر معايا في إن أنا كل ما يحصل تثلم لحبيبات الحكة بتاعتي يبقى أنا هقدر أشيل الحبيبات اللي حصل لها تثلم دي وأظهر الحبيبات الجديدة. تعال نشوف كده الاحتياطات اللازمة للمحافظة على أحجار التجليخ. أنا عشان أحافظ على الحبيبات، وأنا شرحت الجزئية دي قبل ما نشوف الشرائح بتاعتنا، نمرة 1، مراعاة أن يتم نقلها وتداولها باحتراس شديد وعناية حتى لا تسقط وترتطم بالأرض. نمرة 2، أن يتم تخزين الأحجار بترتيبها بنظام في أرفف أو صناديق أو أدراج خشبية مناسبة لقطرها وسمكها. نمرة 3، يجب وضع الأحجار المرنة على مستوى أفقي حتى لا تلتوي. نمرة 4، مراعاة أن يكون التخزين في مكان جاف بعيد عن الحرارة الشديدة لأنه هيأثر على المادة الرابطة. نمرة 5، يجب أن تجرى عملية تفتيش على الأحجار بعد عملية نقلها للتأكد من أنها لم تشرخ أو تكسر، لأنها بعد كده هتسبب لي خسائر في المكنة وفي الحجر وفي الشغلة كمان، وممكن تسبب في أذى للعامل. رقم 6، مراعاة أن تنقل الأحجار الكبيرة باستخدام عربات خاصة. تعال نشوف آخر جزئية اتكلمنا فيها، وهي تثبيت الأحجار. أنا عشان أثبت حجر ده العمود بتاع ماكينة التجليخ، يبقى أنا هحط جلبة في المنتصف هنا تاخد المسافة ما بين القطر بتاع العمود والقطر الداخلي بتاع الحجر، والجلبة دي تكون من الرصاص علشان تبقى قابلة للانضغاط، علشان أنا محتاج بعد كده أن الحجر ده هو بيدور حوالين محوره يبقى فيه مركزية. دايما هيبقى فيه خلوص، وبحط حلقتين في اليمين وفي الشمال وابدأ أعمل عملية الربط. يبقى نمرة 1، بيجهز الحجر في ثقب باسطوانة مجوفة مصنوعة من معدن لين كالرصاص تعمل كوسادة تمتص الضغوط التي تقع على الحجر. نمرة 2، يتكون جهاز الربط الحجر من قرصين من الصلب بقطرين متساويين تماما ويثبتان على وجه الحجر، اللي هو القرص ده والقرص ده. نمرة 3، يثبت القرص الداخلي في عمود الماكينة بخابور، يعني لازم يبقى عندي هنا خابور هو اللي متثبت عليه القرص، بحيث بعد كده ان القرصين دول هم اللي هيضغطوا على الحجر، فيبقى القرص ده لما هيلف مع العمود هيدور معاه كمان هو الايه الحجر. يبقى هنا نمرة 3، يثبت القرص الداخلي في عمود الماكينة بخابور، وبذلك ينتقل عزم الدوران الى الحجر، ثم عن طريق الوسيط اللين او رقائق الكرتون او المطاط. طيب تعالى نشوف مع بعض ايه هي ماكينات التجليخ. ماكينات التجليخ اولاد، لو سمحتوا كده ارجعوا لي. ماكينات التجليخ، انا عندي حجر التجليخ ده هيبقى جزء اسطواني. الجزء الاسطواني ده وهو بيلف حوالين نفسه ممكن تبقى ماكينه تجليخ. انا بعمل عمليه تجليخ بالحافه الخارجيه اللي هي السمك بتاع الحجر، وممكن يكون الحجر ده بوجهه، يبقى بيعمل عمليه تجليخ وهو بيدور بوجه الحجر. طب خلي بالك ان معنى كده ان لو حجر التجليخ واقف كده يبقى معنى ان المحور بتاعه افقي، يبقى دي ماكينة تجليخ افقية. وممكن يكون وجهي، يبقى كده الماكينة بتاعتي او عمود الحجر بتاعي عمود رأسي، يبقى انا لازم اخد بالي من المحور بتاع عمود الحجر، ممكن يكون افقي وممكن يكون رأسي. طب تعالى، هو انا بقدر اعمل عملية تجليخ لايه؟ انا ممكن اعمل عملية تجليخ سطحي، سطح زي السطح ده كده، وبتبدأ حجر التجليخ لو بالوجه يعمل عملية التجليخ للسطح، وممكن لو بالحافة والحجر بيدور فالحجر هو بيدور بياخد جزء ويرجع ياخد كمان شوط ويرجع وياخد كمان شوط، لأنه طبعا بيتحكم بالسمك أو بيعمل عملية الاحتكاك بالسمك بتاع الحجر. يبقى أنا دلوقتي الحجر بتاعي هيعمل عملية التجليخ يا إما بالسمك بتاعه بالحافة الجانبية أو بالوجه،
طب كده أبقى أنا عملت تجليخ سطحي. ممكن التجليخ السطح ده، السطح ده يكون مضلع زي مربع أو مستطيل أو غيره، وممكن يكون اسطواني، فيبقى أنا بعمل عملية تجليخ وبلف عليه. طب هي هيعمل تجليخ سطحي بس؟ لا، ده ممكن أعمل تجليخ اسطواني. تجليخ اسطواني إزاي مستر محمد؟ ده الحجر بيلف، والاسطوانة دي ما هي ممكن تكون اسطوانة خارجية وممكن تكون اسطوانة داخلية. أيوة، لو اسطوانة خارجية يبقى هي هتتركب على الجهاز أو ماكينة التجليخ زي المخرطة بالظبط، وتكون مسنودة وحجر التجليخ جنبها، وبالتالي هنا التجليخ هيكون بالحافة الخارجية بالسمك، وبالتالي الشغل هتكون بتلف وحجر التجليخ كمان بيلف، وبعد كده ياخد عمق القطع وياخد الأشواط رايح جاي. أو إن ممكن تبقى الشغلة، أنا قلت لك أول حاجة ممكن الشغلة تكون بتلف والحجر بيلف وبعدين الحجر بياخد عمق القطع ويتحرك. لا، ده كمان ممكن الشغلة تكون ثابتة بس حجر التجليخ يكون بيلف حوالين مركزه وبيلف كمان حوالين مركز الشغلة، يبقى ده كده خارجي. وفي الداخلي نفس الحكاية، ممكن تكون الشغلة بتلف وحجر التجليخ بيلف، يبقى أنا هاخد عمق القطع واخد الأشواط بتاعتي رايح جاي. أو ممكن إن الشغلة ثابتة وحجر التجليخ بيلف في اتجاه في طريقين، طريق حوالين محوره وطريق حوالين محور الايه؟ الشغله. يبقى انا عندي تجليخ سطحي ممكن يتم بالحافه الجانبيه لحجر التجليخ او بوجهه، وتجليخ اسطواني خارجي او داخلي بالحافه الخارجيه للحجر، ولكن ممكن الحجر يتحرك حركه واحده او ممكن يتحرك حركتين بخلاف الحركه اللي هو بيعملها بتاعت الاشواط. تعال نشوف مع بعض ماكينات التجليخ، نبص كده مع بعض. ماكينات التجليخ، بتستخدم ماكينات التجليخ في تسوية الأسطح ذات درجة التشطيب عالية الدقة مع الحصول على إنتاجية عالية. وبتنقسم ماكينات التجليخ من حيث الغرض للأنواع التالية: ماكينة تجليخ الأسطح المستوية، نمرة 2 ماكينة تجليخ الاسطوانات من الداخل والخارج، نمرة 3 ماكينة سن العدة، نمرة 4 ماكينة تجليخ الخاصة، نمرة 5 ماكينة تجليخ إزالة الزوائد المعدنية مثل تنظيف المسبوكات والمشغولات المشكلة بالحداد. طبعا دي ماكينة تجليخ سطحي اللي هي العمود بتاعها بيكون عمود رأسي، وممكن يكون العمود بتاعي عمود أفقي، بس هنا لو العمود رأسي يبقى هنا دي شغلة وهتعمل أشواط رايح جاي، إنما هنا شغلة السكينة هتدور حوالين نفسها وهتلف كمان على السطح اللي أنا عايز أعمله. كده بقى العمود رأسي، إنما ممكن يكون عندي العمود أفقي. العمود أفقي يبقى دي السكينة بتلف حوالين محورها، وبرضو اهو ده الشكل بتاعي، انها لما تلف حوالين محورها يبقى هي هتعمل عملية التجليخ بالحافة الخارجية. طب هي ماكينة التجليخ ذات العمود الافقي والحجر في مستوى رأسي ديت اجزائها هتكون ايه؟ هيكل متين طبعا علشان يتحمل السرعات العالية ودون اهتزاز، نمرة 2 رسمة متحركة الى اعلى والى اسفل، نمرة 3 الصينية. و تعال نشوف شكلها كده بسرعة. ده الشكل بتاعي بتاع الماكينة، وهنا العمود هنا عمود أفقي وبياخد بالحافة الخارجية بتاعتي. وطبعا دي الأجزاء بتاعتي، إن أنا يكون عندي فرش ويكون عندي ساند ويكون عندي رسمة، عشان الرسمة دي اللي هتتحرك لأعلى والأسفل، وبالتالي هتديني الحركة هنا للصينية وحركة للحجر. إنما لو جيت أبص كده على الماكينة ذات العمود الرأسي، وهنا هيكون الحجر بتاعي رأسي وبيعمل عملية الاحتكاك بتاعي بوجهه، وطبعا هنا الأجزاء هيكون عندي هيكل متين ورسمة وفرش بيركب عليه الشغلة والعمود الدوار الحامل للحجر. بكده أولاد يبقى احنا كده عملنا مع بعض مراجعة سريعة على جزئيات خاصة بالتفريز، جزئيات خاصة بالتفريز على ماكينة الهوب لماكينة قطع أسنان التروس، عرفنا فوائد سوائل التبريد وهي العوامل اللي لازم تتوافر فيها، عرفنا يعني ايه عملية تجليخ، عرفنا يعني ايه حجر تجليخ، مكوناته ايه، المادة الحكة والمادة الرابطة، البيانات اللي موجودة على الحجر اللي بتبين كثافة الحجر، بتبين حجم الحبيبات، المادة الرابطة، المادة الحكة، عملية التجليخ اللي هي ممكن يكون افقي عمودها وممكن يكون العمود بتاعها ايه؟ عمود بتاعها رأسي. بإذن الله إذا حبيتوا
تشوفوا معانا أهم المراجعات وأهم الأسئلة اللي ممكن تجيلك في الامتحانات، انتظرونا في الحلقة القادمة. إلى أن نراكم على خير بإذن الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.